بسم الله، نكمل بقى محاضرتنا في الاكشنج سيرفر 2013. كنا وصلنا في المحاضرة الأخيرة إن إحنا اتكلمنا على الميل بوكسز، وخدنا في الميل بوكسز حاجتين. لو عملنا كده أوفر فيو على اللي إحنا خدناه، خدنا طبعا إن أول حاجة في الميل بوكسز هنا، قلنا ان انا عندي حاجتين، عندي الميل بوكسز وعندي ايميل ادرس. عندي الميل بوكسز وعندي الايميل ادرس. لو جينا وقفنا كده عليه، قلت لك ان الميل بوكس ده عبارة عن ايه. الميل بوكسز بتاعي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ايميل. الايميل ده ليه داتابيز عندي. اقفل الفيديو كده لحظة. قلنا كده ان انا عندي هنا في الميل بوكسز عندي يوزر ميل، وعندي هنا لينكد ميل بوكس. اتكلمنا هنا في اليوزر ميل بوكس، هنا قلنا لك ايه، ان اليوزر ميل بوكس ده هو عبارة عن يوزر عندي جوه في النتورك، والداتابيز بتاعته موجودة عندي. قلت لك ان اللينكد ميل بوكس دي عبارة عن ايه، عبارة عن يوزر موجود في فورست التانية، بس الايميل بتاعه موجود عندي فين، موجود عندي في الداتابيز بتاعتي، موجود عندي فين في الداتابيز بتاعتي. يعني اتكلمنا عن الجروب، قلت لك ان انا عندي في الجروب ثلاث انواع، عندي حاجه اسمها ديستريبيوشن جروب، وعندي حاجه اسمها سكيورتي جروب، وعندي حاجه اسمها دايناميك ديستريبيوشن جروب. قلت لك ان انا الديستريبيوشن جروب دي عباره عن جروب خاصه بالايميلات فقط، عندي السكيورتي جروب عباره عن جروب بقدر ادي عليها رايتس، بقدر ادي عليها بيرميشنز، بقدر دي بتطبق على الايميلات طبعا. من السكيورتي جروب من ضمن مميزاتها ان ليها اس اي دي. يعني ايه اس اي دي؟ ليها سكيورتي ايدنتيفاير، ليها اس اي دي يعني ليها سكيورتي ايدنتيفاير. انما ايه الديستريبيوشن جروب بقى؟ الديستريبيوشن جروب دي عباره عن ايه؟ اللي هي دايناميك ديستريبيوشن جروب، قلت لك دي عباره عن جروب اللي هي دايناميك، ان انا بديلها كونديشنز معينه عشان اقدر تشتغل معايا. بعد كده دخلنا في الريسورسز، اتكلمنا في الريسورسز عندنا في ايه؟ خدنا هنا الرومنج ميل بوكس، وخدنا الاكويبمنت ميل بوكس، صح كده؟ قلنا الرومنج ميل بوكس دي عباره عن ايه؟ عباره عن الروم بتاعتي، الميتنج روم بتاعتي، وانا بعتبرها عندي كشخص اعتباري. عندي الاكويبمنت ميل بوكس دي اللي هي ان انا بخص دي زي مثلا ايه؟ زي الداتا شو بتاعتي، زي الكارز بتاعتي، زي المانيتورز بتاعتي، الحاجات دي كلها الموجوده عندي في الشركه. لو انا عايز احجز ميتنج، والميتنج ده انا عايز احجزه بالريسورسز اللي موجوده فيه. اتكلمنا بعد كده عن الكونتاكت المره اللي فاتت. قلنا ان الكونتاكت ده عباره عن ايه؟ عباره عندك عن حاجتين. قلنا ان الكونتاكت دي عباره عن ايه؟ عباره عن حاجتين عندي. عباره عندي حاجه اسمها ميل كونتاكت، وعندي حاجه اسمها ميل يوزر. قلنا الميل كونتاكت ده مثلا زي اللي احنا مثلناها بالشخص اللي موجود عندي، مثلا ايه؟ المفوض مثلا بتاع فودافون او اتصالات او تي داتا. قلت لك ان هو راجل، هو الايميل بتاعه موجود في شركته، وانا بعمله وبخليه كونتاكت عندي عشان يظهر لي في الادرس بوك. قلت لك عندي هنا بقى الميل يوزر عباره عن يوزر، اليوزر ده بيكون موجود عندي في الاكتف دايركتوري، بس الايميل بتاعه موجود فين؟ موجود في الشركه بتاعته، تمام كده. واتكلمنا مره فاتت بقى عن الشيرد، قلت لك الشيرد ده عباره عن الميل شيرد بتاعي، عباره عن ايميل باسم الاداره بتاعتي، والايميل ده بيكون لداتابيز، والداتابيز دي بتكون موجوده عندي في الداتابيز بتاعتي، واقدر اخد منها باك اب. قلت لك ان بيميز الشيرد عن الجروب ان الشيرد دي ليها ايه؟ ليها داتابيز موجوده عندي في النتورك بتاعتي. ده الكلام اللي احنا قلناه. قلنا لك دلوقتي ان انا ممكن اقدر ابعت ايميلات من الشيرد ميل بوكس، ان انا كلنا كده في نفس الاداره هنقدر نشوف الايميل ده، ونقدر نعمل ايه؟ ونقدر نبعت منه. الكلام ده اللي احنا اتكلمنا عنه المره اللي فاتت والمره اللي قبليها، وادينا بتاع مرتين او ثلاث مرات بنشرح في الجزئيه دي. النهارده بقى الموضوع الجديد بتاعنا بتاع النهارده اللي هو ريسيبيانت سيتنج. هنتكلم النهارده عن الريسيبيانت سيتنج بقى، السيتنج بتاع الريسيبيانت. طبعا احنا كل الكلام ده كله احنا ما زلنا في موضوع ايه؟ ما زلنا في موضوع الريسيبيانت الخاصه بالاكشنج سيرفر. احنا اتفقنا
اما اتكلمنا على الريسيبيانت قلت لك ان انا عندي جوه الريسيبيانت دي، لو جينا اتكلمنا هنا على الميل قلت لك ان انا عندي حاجتين، عندي حاجة كده اسمها ميل بوكس، لو انا جيت هنا في الريسيبيانت الريسيبيانت عندي منها عندي حاجتين، قلت لك ان انا عندي ميل بوكس. اي حاجة عندي اللي ليها ميل بوكسز عندي، مش انا عندي في الميل بو الحاجات اللي عندي ليها ميل بوكس زي ايه؟ زي قلت لك الميل ميل بوكس، صح كده؟ قلت لك ان انا عندي اللي ليها داتابيز موجودة عندي في النتورك بتاعتي، قلت لك الريسورسز، صح كده؟ قلنا تالت حاجة عندي ايه؟ قلت لك انا عندي الشير، شير ميل بوكس. دول التلات حاجات اللي عندي اللي ليهم ايه؟ اللي ليهم ميل بوكسز عندي وليهم داتابيز موجوده فين؟ في الداتابيز بتاعت الاكستشينج سيرفر بتاعي. اللي ليهم ايميلات بس في الريسيبيانتس عندي قلت لك الميل، قلت لك كده الميل ادرس، عندي الجروب، والجروب دي طبعا بالتلات انواع بتوعهم، خلي بالك الجروب عندي عندي تلات انواع، عندي اللي هي الديستريبيوشن وعندي السكيورتي وعندي ايه الدايناميك ديستريبيوشنز. اللي عندي برضو ليهم ايميل بس اللي هما الكونتاكتس، صح كده؟ الكونتاكتس يعني احنا لو رجعنا للاكشنج سيرفر بتاعنا كده قلت لك ان انا عندي الميل بوكسز هنا، عندي اليوزر ميل بوكس وعندي اللينكد ميل بوكس، ودول الاثنين دول ليهم ميل بوكسز عندي موجودين فين؟ موجودين في الداتابيز عندي. قلت لك الجروب دي ليها ايميل ادرس، الريسورسز دي بانواعها سواء اكويبمنت سواء رومينج، الاثنين دول ليهم ايه؟ ليهم ميل بوكسز عندي. الكونتاكت ليه ايه؟ زي ما قلت لك ان ده ليه ايميل ادرس. الشير ده ليه ايه؟ الشير ده ليه ميل بوكسز. خلي بالك المايجريشن دي لسه هنتكلم عن المايجريشن بعدين يعني. اللي ليه ميل بوكس عندي اكيد ليه طبعا ايميل ادرس، ليه عنوان، يعني بيبقى ليه الاثنين، بيبقى ليه ميل بوكس يعني معناه ان هو الداتابيز والايميل ادرس، معناه الداتابيز بتاعته وليه ايميل ادرس عندي، معناها العنوان بيرمي جوه مين؟ بيرمي جوه الداتابيز. يعني هنا لو انا جيت هنا في الميل بوك، لو جيت هنا في اي يوزر عندي، اليوزر ده ليه داتابيز عندي، راح اتعمل له ايه؟ اتعمل له ايميل ادرس زي ما انت شايف كده، معمول له ايه؟ معمول له ايميل ادرس عندي. طيب دي اللي ليهم ده اللي ليهم داتابيز. طيب اللي ليهم ايميل ادرس بقى ده بيكونوا بره عندي، يعني بمجرد اني بشوفه هو بيرمي في داتابيز تانية، يعني الناس دي يعني مثلا زي الكونتاكتس دي دول بيرموا في داتابيز تانية خالص مش موجودة عندي. الجروب دي ملهاش داتابيز اصلا خالص، يعني هي الكونتاكت دول بيرموا في داتابيز مش موجودة عندي اصلا خالص يعني. طيب اللي ليه ميل بوكس عندي ده من الريسيبيانت اللي احنا قلنا عليهم، اللي هم من الريسيبيانت اللي هو الميل بوكسز دول اللي احنا اتكلمنا عنهم. طيب اولا اللي هم ليهم ميل بوكس والتابع اللي اسمها ريسورسز برضو مش دي الكونتاكت، اللي ليهم لهم ميل بوكس، معلش عندك سؤال، ميل بوكسز هنا اللي هم اليوزر ميل بوكس واللينكد، وعندك الريسورسز وعندك الشير، صح كده؟ زي ما احنا اتفقنا مع بعضينا. عندي بعد كده ايه؟ الكونتاكتس الكونتاكتس ليها ايميل ادرس، الكونتاكت ليهم ايميل ادرس عندي. مش هما نوعين؟ الكونتاكتس بالنوعين بتوعهم، الميل كونتاكت والميل يوزر، الاثنين يوزر وميل كونتاكت، الاثنين دول ما لهمش ايميل بوكسز عندي، دول لهم ايميل بس زي ما اتفقنا قبل كده.
الميل يوزر ملوش داتا، داتابيز. احنا ملوش قلنا، داتابيز عندي لا انا قلت لك ده عبارة عن ليه داتا بيز؟ يوزر انا بكريته عندي جوه الاكتيف دايركتوري. اليوزر ده اهو بتاع مين؟ بتاع شركة اوت سورس، بتيجي زي شركة، زي اي شركة هيلب ديسك عندي، بتيجي تعمل لي مثلا شغل الهيلب ديسك في الشركة. فالراجل ده بيرمي على ايميل خارجي، هو عنده اكسترنال ميل. لو انت جيت هنا هتلاقي عندك ايه؟ اكسترنال ميل. هو مالوش الا يوزر نيم وباسورد عندي بس، عشان ايه؟ يقدر يشتغل شغل الهيلب ديسكس بس، الهيلب ديسك بس عندي. او حتى بيقول لك ايه؟ تمام اكسترنال ايميل ادرس. تمام الشير زي ما احنا اتفقنا، زي ما اتكلمنا عنه، الشير زي ما اتكلمنا عن الشير، قلت لك ان الشير ده عبارة عن ايه؟ الشير ده هو عبارة عن ميل بوكس، عبارة عن ميل بوكس موجود عندي باسم الإدارة بتاعتي، تمام كده. وظيفته ايه؟ وظيفته ايه الميل بوكس ده؟ وظيفته ان انا بقدر اعمل سند وريسيفد منه، يعني انا ممكن استقبل منه، ممكن ابعت منه. طيب لو جيت فتحت كده الشير، زي ما قلت لك هو حاجة واحدة بس في الآخر بيقول لك ايه، هي دي حاجة واحدة بس بيقول لك في الآخر ايه؟ ميل بوكس داتابيز. بص كده، لو احنا جينا هنا كاريتنا شيرد، لو انا جيت هنا قلت له شير ميل بوكس، لو جيت في الاخر هنا فقلت له في مور اوبشنز، بص هنا بيقول لك ايه؟ داتابيز اهي، ميل بوكس داتابيز. يعني هنا هتلاقيه شاور على الداتابيز بتاعتي اللي موجودة عندي، وليه طبعا ايميل موجود عندي، والايميلات بتحتوي جواها على الانبوكس زي ما احنا فتحناها قبل كده، اما عملناها المره اللي فاتت، وبقدر اعمل عن طريقها سند. اما حضرتك تجي تبص هنا مثلا على الجزء بتاع الجروب، لو جينا هنا رحنا بصينا على الجزء بتاع الجروب، زي ما قلت لك هتلاقيهم ان هما 3 انواع، اللي هما ديستريبيوشن والسكيورتي والدايناميك ديستريبيوشنز. ال3 انواع دول من في كل الاحوال او في كلتا الاحوال ولا واحد من دول ليهم داتابيز عندي، يعني ولا واحد من دول ليهم ميل بوكسز، كلهم ليهم دول ليهم ايميل ادرس، ولا واحد فيهم ليهم داتابيز، ولا ليهم اي حاجة عندي، يعني ما حدش فيهم يقدر يعمل سند ولا ريسيفد عندي. هو يقدر يعمل، يعني يقدر يستقبل، هيستقبل على الجروب كله، بس مش هيقدر يعمل سند ولا ليها اي حاجه، بمجرد ان انت بتعمل ايه؟ بتعمل فورورد لمجموعه من ميل، لمجموعه ميل بوكس. يعني انت بتبعت، يعني هو لا بتعمل سند ولا ريسيفد. انت كل الطريقه ان يعني انت بتدخل جروب، بتعمل جروب اسمه الاي تي، وبتعمل فورورد لايه؟ لايميل معين. طب لو جيت هنا عند الكونتاكت، زي ما قلت لك هتلاقي في الكونتاكت الميل كونتاكت والميل يوزر، ده مختلف شويه عن الجروب، ده افراد وبيبقى ليهم اكسترنال ميل مش موجود عندي. يعني الجروب دي بيبقى ايميل ادرس، والايميل ادرس ده باسم الدومين بتاعي، بقوله اد دومين يعني بتاعي، انما الكونتاكت ده بيبص على اكسترنال دومين خارجي مش موجود عندي. سواء الكونتاكت ميل سواء اليوزر ميل، الاتنين دول ما لهمش داتابيز عندي. النهارده اما نيجي نتكلم، عاوزين نتكلم شويه عن السيتنج بتاعت مين؟ بتاعت الميل بوكس بتاع اليوزر. بقى هنتكلم النهارده على شويه على ايه؟ زي ما قلت على السيتنج بتاع الميل بوكس بتاع اليوزر. زي مثلا الميل بوكس هنا بتاع اليوزر دول، الميل بوكس بتاع الريسورسز، الميل بوكس بتاع الشير، اي حاجه من اي حاجه عندي ليها ميل بوكسز، هنتكلم على السيتنج بتاعتها او الخصائص بتاعتها النهارده. لو جيت هنا، لو جيت كده قلت له انا عايز اعمل نيو يوزر، لو انت جيت هنا قلت له انا عايز اعمل ايه؟ نيو يوزر ميل بوكس، بيقول لك ايه؟ لما تفتح هنا خلي بالك لازم تفتح الاكتيف دايركتور عشان الكرييت عشان تقدر تعمل كرييت للاي يو. لما تيجي تعمل هنا، لو انت هتعمل اي يو جديده، فانت يفضل ان انت تكون فاتح الاكتيف دايركتور يوزرز اند كمبيوترز هنا، عشان تقدر تعمل ايه؟ عشان تقدر لو انت هتكريت يوزر تكريته، ينفع تكريت اليوزر من هنا وينفع اليوزر يكريت من هنا. يعني انت عندك هنا بيقول لك ايه؟ لو انت كاريت يوزر قبل كده، بتقول بيقول لك اكزيستنج يوزر، يعني هل هو يوزر موجود عندي هنا قبل كده؟ لو انت علمت براوز كده بيقول لك، جايب لك كل اليوزر اللي موجودين عندك في الاكتيف دايركتوري بتاعك. كل اليوزر الموجودين فين؟ الموجودين في الاكتيف دايركتوري بتاعك.
طيب لو انا مش عايز اشتغل بالجماعه دول، عايز اقول له ايه؟ نيو يوزر. طب انا ينفع من هنا اكريت نيو يوزر على طول؟ اه ينفع. تنفع تكريت من هنا نيو يوزر. خلي بالك كل اللي حصل ده عشان ايه؟ عشان التشيك بوكس بتاع السبليت انا ما علمتش عليه. انت عارف لو انت علمت عليه كان في الحاله دي هيخلي لك ايه؟ كان هيخلي لك الجزئيه دي ديمت، يعني انت ما كنتش هتقدر تكريت يوزر من جوه ايه؟ من جوه الاكشنج سيرفر. كنت عشان تقدر تكريت يوزر كنت لازم تروح على الاكتيف دايركتوري، الدومين كنترول بتاعك على الاكتيف دايركتوري يوزرز اند كمبيوترز، بتروح تكريت اليوزر بتاعك الاول هنا، بعد كده هو بتقوله ايه؟ اكزيستنج يوزر، وتشاور عليه. كانت الجزئيه دي بالنسبه لك مش هتكون متاحه، ده في حاله انا معلمتش على، لو انا علمت على التشيك بوكس. لو انت بقى، وخلي بالك كان هيعمل لك ادمنستريتور للاكسشينج وادمنستريتور للاكتيف دايركتوري، ده مختلف عن ده، يعني ده ليه صلاحياته وده كان هيكون ليه صلاحيات مختلفه تاني عن ده، يعني ده كل واحد فيهم ليه صلاحيات مختلفه عن التاني. طيب انا دلوقتي معلمتش على التشيك بوكس ده، ففي الحاله دي هيسمح في الاكتيف دايركتوري، لو انت كريت يوزر لو انت هيسمح الاكشنج ان انت تقدر تكريت يوزر عليه وهو هيسمح في الاكتيف دايركتوري. طيب تعالى نقف كده على يوزر، نيجي هنا على اي يوزر عندك موجود عندك في الاكشنج سيرفر، اقول له ليف، نيجي هنا على اي يوزر، نيجي مثلا على اشرف ده، معلش يا جماعة أنا هوقف الفيديو لحظة، هزود الرامات بس بتاع الجهاز ده. فلو جينا هنا بقى على أي يوزر من اليوزر دول، وجينا مثلا هلاقي هنا دوسنا دبل كليك، بص كده عندك، هتلاقي عندك، احنا النهاردة إن شاء الله هنتكلم بقى عليه على السيتنجز دي، بس يا رب نقدر نخلصها. احنا ممكن ناخدها المحاضرة بتاع النهاردة ومحاضرة بكرة في السيتنجز دي، شوت السيتنج دول بس. يعني لو جيت هنا في جنرال، لو جيت هنا، لو هنا جينا هنا في جنرال، هتلاقي حضرتك هي لما حضرتك بتدخل عليها لغايه الحته بتاعت الباسورد تشينج لحد كلمه اللي هي ريكواير باسورد تشينج ات انا اون نيكست لوجن، الجزئيه دي كلها دي اكتيف دايركتوري، يعني هي الحته بتاعت مين؟ بتاعت الاكتيف دايركتوري. اما تيجي تكريت يوزر هي نفس الحته دي. يعني انت لو جيت هنا وجيت على اي او يو مثلا وقلت له نيو يوزر، مش هي الحته اللي احنا بنتكريت فيها دي؟ او لو انت جيت هنا مثلا على اكتيف دايركتوري ادمنستريتيف سنتر، مش نفس الكلام ده الفيرست نيم واللاست نيم والحاجات دي كلها؟ لو انت جيت هنا في اكتيف دايركتوري ادمنستريتيف سنتر، مش هي نفس الحته دي لحد هي ريكوايرد باسورد تشينج اون نيكست لوجن؟ الجزئيه دي كلها بتاعت ايه؟ بتاعت الاكتيف دايركتوري، يعني هي بتاعت ايه؟ الاكتيف دايركتوري. سواء انا جيت عدلت هنا، لو انت جيت عدلت هنا في الجزئيه دي، يعني مثلا ايه؟ لو انا جيت هنا في اللاست نيم قلت له مثلا ايه؟ احمد، بص كده انا عدلت اهي، قلت له سيف. لو انت جيت هنا بعد في الاكتيف دايركتوري على الادمنستريتيف سنتر، لو جيت هنا على اي او يو هنا، جينا مثلا على اي تي، جينا مثلا على معتز، مش هي الجزئيه دي نفس الجزئيه اللي احنا فتحناها دلوقتي على اشرف ده، على معتز مثلا؟ لو جينا هنا في اي تي، طبعا معتز احنا مش هنخليهم، معتز اهو. لو انا جيت هنا، مش دي نفس الجزئيه دي؟ ادي الفيرست نيم، ادي اللاست نيم، ادي الانيشال بتاعته، ادي الديبلوي نيم والحاجات دي كلها، نفس هنا هي هنا بالظبط. يعني انا لو انا جيت هنا زي ما قلت لك، لو انا جيت هنا قلت له هنا في اللاست نيم مثلا معتز،
خالد مثلا. بص كده، انا لو سيفت هنا ورحت على اكتف دايركتوري يوزرز اند كمبيوترز وجيت هنا على معتز، بص ادي اللاست نيم خالد اهو. لو انا جيت مثلا هنا في الانيشال دي قلت له مثلا ار، قلت له سيف، لو انت جيت هنا على معتز هتلاقي ايه اتضافت عندك هنا. فهما الاثنين زي ما قلت لك، لو عدلت جوه الاكشنج اوتوماتيك دي بتسمع فين؟ جوه الاكتف دايركتوري، ولو عدلت في الاكشنج سيرفر اوتوماتيك هتروح تعدل في الاكتف دايركتوري. سواء عملت هنا عدلت في الاكشنج، سواء عدلت هنا سمعت فين؟ في الاكتف دايركتوري بتاعك. طيب السيتنج دي اللي موجوده في جنرال دي خاصه بمين؟ خاصه بالاكتف دايركتوري بس. يعني بس لو نخلي لو جينا على اليوزر هنا، اليوزر ده زي ما قلت لك ايه، اليوزر العادي ده او الاوبجكت عامه، مش اليوزر ده بالنسبه لي اسمه اوبجكت. اليوزر ده لو انا قسمت، لو انا جيت قارنته كده بحاجتين، لو انا جيت كده قارنت عملت قلت لك اليوزر، اليوزر بتاعك ده في الاكتيف دايركتوري وفي الاكشنج، بالنسبه للاكتيف دايركتوري انا بسميه، بالنسبه للاكتيف دايركتوري انا بسمي اليوزر ده ايه؟ اوبجكت. انا بالنسبه لي هنا بسميه اوبجكت. بالنسبه للاكشنج سيرفر انا بسميه، ريسيبيانت. يبقى انا اليوزر ده بالنسبه لي، جوه الاكتيف دايركتوري اسمه اوبجكت، جوه الاكشنج سيرفر اسمه ايه؟ اسمه ريسيبيانت. سواء انت جيت فتحته عن طريق الاكشنج سيرفر برضو هنا هيكون اسمه ايه؟ اسمه برضو ايه؟ اوبجكت. اما باجي جوه الاكتيف دايركتوري واجي اقول له كرييت، لو جيت هنا على الاكتيف دايركتوري كده قلت له رايت كليك قلت له كرييت يوزر، اليوزر ده اسمه اوبجكت، انا بالنسبه لي كده اسمه اوبجكت. انما اما تيجي هنا جوه الاكشنج سيرفر هنا ده بالنسبه لي اسمه ايه؟ اسمه ريسيبيانتس عندي هنا. لو جيت عند الانيشال مثلا، عند مثلا معهدي، لو جيت هنا في الانيشال زي ما قلت لك، لو انت ضغط قلت له مثلا ام وسيفت هتلاقي، هتيجي هنا هتلاقيها في الاكتيف دايركتوري سمعت على طول فيها. فين؟ ادي الانيشال، ادي الام اهي زي ما احنا اتكلمنا عنها. نفس الكلام في الاكشنج بالظبط، انت لو عملت ريفرش لو ما سمعتش هتلاقي ايه؟ سمعت. طيب لو انا جيت هنا في الاكشنج سيرفر في الحته اللي اسمها، بص كده، لو انا جيت هنا هتلاقي عندك حاجه اسمها هيدن فروم ادرس ليست. يعني ايه قصه، هيدن فروم ادرس ليست؟ لو انت علمت على التشيك بوكس ده، لو انت علمت كده على التشيك بوكس ده، اليوزر ده مش هيظهر عندي في الميل بوكسز بتاعتي، في الادرس بوك بتاعتي، في الجلوبال ادرس بوك. يعني ازاي؟ يعني حضرتك كده لو جينا فتحنا اي نسخه ويندوز تاني كده ككلاينت، يعني مثلا 7 هنا، وجينا دخلنا النسخه دي على الدومين وفتحنا الميل بوكسز بتاعتها، نوقف الفيديو ثواني. انا جيت كده هنا على اليوزر بتاعي ده، لو جيت هنا فتحت الايميل ادرس بتاعه، ميل بوكسز بتاعه، وفتحت الاوتلوك، اقول له نيكست نيكست، الاوتو ديسكفري سيرتيفيكت، لو انا ضغطت بعد على اليوزر ده، اليوزر بتاعي ده، وقلت له هايد فروم ادرس ليست وقلت له سيف، اليوزر ده مش هيظهر لي هنا، مش هيظهر في الادرس ليست بتاعته. يعني لو انا جيت هنا قلت له نيو ميل،
قلت له كده نيو ميل. لو انا قلت كده ادرس بوك، ادي اشرف اهو ظاهر هنا اهو، بص كده. لو انا جيت هنا قلت له كده سيف، الراجل ده لو جه شفته في الادرس بوك فين؟ تلاقيه اختفى. فهنا الجزئيه دي بتعمل لك ايه؟ بيعمل لك هيدن لليوزر ده جوه الادرس بوك، ما بيخلوش ظاهر جوه فين؟ جوه الادرس بوك بتاعي. لو انا جيت هنا بقى وقفت على مور اوبشن، لو انا جيت هنا وقفت على مور اوبشن هجيب لك ايه؟ هيقول لك ان اليوزر ده موجود في اورجانيزيشن يونت في او يو اسمها اتش ار، واليوزر ده في الميل بوكسز بتاعته الداتابيس بتاعته اسمها ايه؟ اسمها اتش ار. طيب ايه المانع بعد ان اللي هو يتشاف، ان هو يتشاف؟ لا في مانع طبعا، ما فيش مانع ان هو يتشاف في اي حاجه عندك، اي حاجه عندك، حاجه اسمها عندك حاجه اسمها ادرس بوك هنتكلم عنها فيما بعد. خلي بالك عندك هنا حاجه، لو انا جيت هنا في الاكشنج سيرفر بتاعي، لو انا جيت هنا في الميل فلو تلاقي عندك حاجه هنا فين 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 اورجانيزيشن، عندك حاجه اسمها ادرس ليست. الادرس ليست بتاعك ده دي بالنسبه لنا هنتكلم عنها باستفاضه، بس مش دلوقتي خالص يعني، الحاجه دي مش هنتكلم عنها دلوقتي يعني. هنيجي نكمل كلامنا على الريسيبيانت بتاعتنا. هنتكلم عنها، عن كل الاورجنايزيشن بتاعتي اما نيجي نشوف الريسيبيانت بتاعي. طيب الاكشنج بتاعي ممكن يخدم عندي زي ما قلت لك على اكتر من دومين، ما بيني وما بينهم هي تراست. يعني انا دلوقتي لو انا راجل عندي انترنت سيرفيس بروفايدر، لو انا كده شغال انترنت سيرفيس بروفايدر مثلا، هفترض ان انا سيرفيس بروفايدر خلاص وعملت ريسيبيانت عندي، يعني انا عندي كده، يعني انا شغال انترنت سيرفيس بروفايدر، وانا بالنسبه لي الريسيبيانت دول ناس عايزين يعملوا هوست عندي، انا هبقى اليوزر بتاع الناس كلهم هيكونوا عندي انا هنا. طيب المفروض من الموجود عندي ان انا هيكون عندي الدومين بتاعي اللي هو اسمه اي تي داش اكسترا، والدومين بتاعي اسمه اي بي سي، وكل الدومينات عندي. طيب هيشوف الاي بي سي الاي تي داش اكسترا ده، هيشوف كل اليوزرز عندي بتوعي اللي موجودين مثلا في اي تي داش في اي بي سي. لو انا عندي مثلا دومين عندي اسمه بايو ستيم مثلا، او عندي اس جي، او عندي مثلا سمارت اي تي، انا عايز اعرف حاجه دلوقتي، الناس بقى اللي في كل دومين من الدومين دول هم كده اما يجي يدخلوا عندي على الاكسشينج هيشوفوا الناس اللي موجودين في ده اي تي داش اكسترا، او الناس اللي موجودين في اي تي داش اكسترا لازم يشوفوا الدومينات اللي عندي اللي هي مثلا اس جي ولا بايو ستيم ولا الحاجات دي كلها؟ اكيد لا طبعا. يعني المفروض ان انا كل يوزر عندي هيشوف اليوزر اللي موجودين عنده. طيب انا بشوفها ازاي او كده، انا بقدر اعملها ازاي؟ بتيجي هنا عند الكاستم، لو انت جيت هنا على اليوزر بتاعك ده، وجيت عندك هنا عندك حاجه اسمها كاستم اتريبيوت، شايف كلمه كاستم اتريبيوت دي؟ وجيت علمت عليها هنا. طبعا احنا الحاجات دي هتبقى مقفوله من هنا، هنفتحها من الانترنت اكسبلورر. عندي حاجه اسمها ايه؟ عندي حاجه اسمها كاستم اتريبيوت. لو انا جيت هنا وقفت على اليوزر ده قلت له مور اوبشن، طبعا خليته يظهره، تلاقي عندك حاجه اسمها ايه؟ كاستم اتريبيوت. كاستم اتريبيوت دي بقى عباره عن ايه؟ عارف الكونديشنز اللي احنا كنا بنعملها ايام ما كنا بناخد الجروبز؟ فاكر الدايناميك ديستريبيوشن جروب؟ لما كنا بنيجي نقف هنا في الدايناميك ديستريبيوشن جروب وكنا بنكريت اد رول وكنا بنحط لك كونديشنز معين، كنا عندك هنا حاجه اسمها كاستم اتريبيوت كنا بنضيفها له هنا. طيب انت عندك هنا بقى في الاكشنج نفسه، جوه الاكشنج نفسه، جوه اليوزر نفسه، هتلاقي عندك 15 واحده كاستم اتريبيوت.
الكاستم اتريبيوت دي عباره عن ايه؟ دي موجوده طبعا في الادرس بتاع ادرس ليست بتاعتي، انا اقدر اشوفها عن طريق الادرس ليست بتاعتي. ايه قصه الكاستم اتريبيوت دي بتاعتي؟ ان انت تقدر تعمل لها بوليسي، تقدر تعمل بوليسي عشان كل الشركه بتاعتك تقدر تشوف الناس اللي موجودين في اي تي داش اكسترا. يعني مثلا ايه؟ افهمها لك تاني. انا الناس دلوقتي عندي موجودين هنا في الاكشنج سيرفر بتاعي كلهم ايه؟ اي تي داش اكسترا. طيب انا عايز اخص ناس معينين مثلا هيبقوا موجودين عندي في دومين تاني، زي ايه؟ لو انا جيت هنا في ميل فلو قلت له كده اكسبت الدومين، لو انا جيت هنا قلت له اد، عايز اعمل اكسبت الدومين مثلا هسميها اي سي جي داش اي تي اف. اسم الدومين بتاعي ده انا هخليه اس جي داش اي تي اف دوت كوم، ماشي كده؟ اقول له سيف. هنيجي نعمل ايميل ادرس بوليسي، اقول له اد ايميل ادرس بوليسي اسمه ايه؟ اس جي. اقول له اد، انا عايز الدومين اللي اسمه اس جي، عايز الالياس بتاعه اللي هو ايه؟ الفيرست نيم اند اللاست نيم. اقول له اوكي. بص كده، لو انا جيت هنا قلت له هنا only the following recipients type وقلت له هنا users with exchange mailbox، اقول له اد رول. اقول له كده اما تيجي عندك في الكاستم اتريبيوت بتاعته اول واحده كده، اما يبقى عنده في الاورجنايزيشن اس جي داش اي تي اف خده عندك. اقول له سيف، اقول له اوكي، اقول له طبعا ابلاي. لو انا جيت هنا عند اي يوزر عندي هنا، جيت مثلا عند الجماعه اللي موجودين مثلا ياسر ده، لو انا جيت هنا في اورجانيزيشن وقلت له هنا في كومباني، نقول له هنا اس جي، بس احنا هنا عايزين نعدل حاجه. هنيجي هنا نقول له ايه؟ احنا اول حاجه عندك هنيجي هنا نقول له انا مش عايز، انا عايزها في الكومباني. اول لما يجي عندك حد اسمه اس جي دوت داش اي تي اف خده عندك. اوكي، اقول ابلاي. اوكي، يبقى انا دلوقتي لو جيت على الريسيبيانت ده وعملت ريفريش شويه كده، فين؟ شايف ياسر ده راح عند مين؟ راح عند اس جي داش اي تي اف. خلي بالك ده كونديشنز. طيب انا ممكن اعمله بكونديشنز تاني بقى. ايه هو؟ لو انت جيت على اليوزر نفسه بقى من هنا قلت له مور اوبشن، قلت له هنا كاستم، ده انا عايز هنا في كاستم اتريبيوت، يعني انا ممكن انادي عليه بالكاستم اتريبيوت. هقول له مثلا ايه؟ لو موجود عنده في كاستم اتريبيوت اس جي داش اي تي اف. اوكي، لو انا جيت هنا برضو في الميل فلو قلت له ايه؟ جيت عدلت هنا قلت له ابلاي اول، وجيت مسحت دي وقلت له انا عايز اما يكون عنده في كاستم اتريبيوت واحد يكون موجود فيه اس جي، دخله معايا هنا. اقول له سيف. اوكي، هقول له ابلاي يس. بص كده، لو انا عملت ريفرش ادي ياسر موجود عندي هنا. طيب نيجي مثلا نعملها عند شريف، لو جيت هنا في شريف قلت له ايه؟ مور اوبشن كاستم، قلت له ما يكون عندك اس جي دوت كوم داش اي تي اف، روح معايا اتطبق عليه البوليسي. شاف اتطبقت ازاي؟ نفس الكلام مثلا هنا في سوزي دي، لو انا جيت هنا قلت له مور اوبشن كاستم اتريبيوت، بلعب الاتريبيوت بتاعت الاكتف دايركتوري. لا الاتريبيوت، الاتريبيوت بتاعت الاكستشينج سيرفر، بتاعت الاكستشينج، ما رحتش للاكتف دايركتوري. لا انا ما رحتش عند الاكتف دايركتوري خالص. انا دلوقتي ايميل بوكس هنا ايميل ادرس بوليسي بيكلم مين؟ بيكلم الريسيبيانت على طول، هيكلمه في الحته اللي اسمها ايه؟ كاستم اتريبيوت. هيكلمه في جزئيه ايه؟ الكاستم اتريبيوت اللي هي موجوده عندي هنا. يعني انا هنا ممكن ادي كونديشنز بدل الكونديشنز اللي انا كنت بعمل ايه؟ اللي كنت بديها في الاول. فاهمين معايا ولا حد تاه مني؟ معاك يا تمام. ده
دي جميلة دي. دي كونديشنز زياده عندي هنا. انت بتخلي هنا ان اليوزر ده هو ما يجي يروح يكلم اما يروح يكلم الايميل ادرس بوليسي هيكلمه عن طريق مين؟ الكاستم اتريبيوت اللي انت شايفه قدامك هنا. طب انت تخلي بالك بقى ان الجزئيه دي كلها دي من ضمن الكونديشنز اللي عندي هنا ان انا ممكن اطبقها. عندك في 2010 2007 و2010 كانوا 10 كونديشنز بس. في 2007 كانوا 10 كونديشن، جم في 2007 كانوا 10 كونديشنز، جم في 2000 و2010 و2013 خلوهم 15 كونديشنز. يعني تقدر تعمل على اليوزر واحد 15 كونديشنز مختلفه عن التاني. خلي بالك بقى ان الريسورسز عندي هنا، لو انا جيت هنا على الريسورسز بتاعتي جواها زي ما قلت لك جوه الميل بوكس بتاعتي واللينكد ميل بوكس، لو انا جيت هنا لو انا قلت لك جوه الريسورسز وجوه الميل بوكس وجوه اليوزر ميل بوكس واللينكد ميل بوكس بتوعي، التلاتة دول زي ما قلت لك ايه الاكونت بتاعهم اما باجي بكريته، اما بتيجي تكريت اكونت عندك هنا فاكر اما كريتناهم المره اللي فاتت في المحاضره بيكريت لك اكونت ايه، بيكون الاكونت ده ديسيبل. يعني احنا لو جينا هنا سنكريت كده يو نسميها كونتاكت، هول نيو اورجانيزيشن يونت هنسميها كونتاكت، وهنيجي هنا على الاكشنج سيرفر بتاعي واقفل لي كده، وجينا هنا قلنا له ايه؟ قلنا له احنا عايزين نكريت كونتاكت مثلا كاريت ريسورسز مثلا، اقول له انا عايز مثلا روم ميل بوكس، اقول له انا عايز اسميها ميتنج روم، الميتنج روم دي هتكون الايميل بتاعها ميتنج روم، اللوكيشن بتاعها هتكون مثلا فيرست فلور، الموبايل بتاعها مثلا الكابيليتي ديليجيت، هنقول له هنا مور سيتنج، وهنقول له اد داتابيز واقله مثلا في الاتش ار وسيف. هنيجي نكمل كده. زي ما قلت لك ان اليوزر عندك اللي هو سواء الميل كونتاكت عندي هنا او الريسورسز عندك، اليوزر اما بيجي يتكريت عندك هنا بيكون اليوزر عندك ايه؟ بيكون اليوزر عندك المفروض هنا ديسيبل. لما تيجي تكريته هنا زي ما انت شايف كده في الميتنج روم ادي اليوزر عندك بيكون ايه؟ ديسيبل. هنا ده كونتاكت تمام كده؟ طيب انا عندي هنا حاجه بقى، احنا اتفقنا ان خلي بالك ان الكونتاكت اتفقنا مع بعضينا ان انت عندنا حاجه اسمها ايه؟ ميل كونتاكت، والميل كونتاكت دي زي ما قلت لك ان الميل يوزر ده يوزر بيبقى موجود عندي بيعمل لوجن عادي ولكن الميل بتاعه اكسترنال ميل. عشان دي خلي بالك دي اسئله انترفيو يقول لك ايه الفرق ما بين الميل كونتاكت والميل يوزر؟ الاثنين ليهم اكسترنال ميل،
الفرق ما بينهم ان الميل يوزر ده ليه يوزر نيم وباسورد موجودين عندي في الاكتيف دايركتوري بتاعي. بقول لك ايه الفرق ما بين اللينكد ميل بوكس والميل بوكسز. الميل بوكس ده جوه الفورست بتاعتي وده بيكون انيبل عندي، بيكون لي داتابيز عندي. اللينكد ميل بوكس ده بيكون في فورست تانيه وبيكون عندي اليوزر ده بيكون ديسيبل وانا ما بعملش كونكت عليه يعني. خلي بالك الفرق، هيقول لك الفرق ما بين الريسورسز واليوزر، الريسورسز واليوزر ميل بوكس. ممكن اعمل ميل خلي بالك للروم، ممكن اعمل ميل للميتنج روم، وممكن اعمل ايميل اسمه بروجيكتور. خلي بالك ان البروجيكتور بتاعي ده انا ممكن اعمل له ايه، ممكن اعمل له ايميل. طيب ايه الفرق ده، ايه الفرق ده يعني؟ بيقول لك طبعا الفرق ده ان الريسورسز ولا ليها حاجه، ولا ليها حاجه. الفرق الوحيد ان الريسورسز بينزل، ان خلي بالك ان الريسورسز بتاعي بينزل ديسيبل ده خلي بالك، والتاني هينزل انيبل. يعني الفرق ما بين الريسورسز والميل بوكس ان ده بينزل ديسيبل ده بينزل انيبل، انما السيتنج كلها واحده. يعني خلي بالك السيتنج بتاعتنا هتكون كلها واحده عندك هنا، يعني عندك السيتنج هنا بس، هنا في ديليجيشنز وهنا في بوك مارك وحاجات زي كده، انما السيتنج الاساسيه ما بين الاثنين هي ايه، هي واحده. لو انا رحت كده عند اليوزر بتاعي ورحت او دخلت عن طريق الاوتلوك بتاعي ده، الراجل ده لو دخل عندي على الميل بتاعه بيلاقي حاجة عندك اسمها ايه، ادرس بوك. بيلاقي عندك حاجة اسمها ايه، ادرس بوك، زي ما انت شايف كده. الادرس بوك بتاعتي دي طبعا لو دخل عندي اليوزر ده اللي عندي حاجة اسمها ايه، ادي الادرس بوك بتاعه هنا. بيلاقي كل ايه، بيلاقي كل الريسورسز اللي موجودة عندك، يعني بيلاقي كل حاجة عندك. ودي اسمها ايه، زي ما قلت لك اسمها جلوبال ادرس ليست. الجلوبال ادرس ليست دي زي ما قلت لك فيها كل حاجه، فيها الكونتاكت، يعني ممكن اقف على الكونتاكت لوحدي. ادي جاسر مثلا، وده زي ما انت شايف شكله عامل كده في كوره كده قدام اليوزر. لو انا جيت هنا عند الروم هتلاقي عندك ادي الميتنج روم اهو، وجايب لك شكل الباب. دي طبعا معبره اكتر من 2013. انما انا هنا لو جيت في جلوبال ادرس ليست هتلاقي عندك كل حاجه عندك هنا. طيب سواء كان في الريسورس، سواء الناس دي كانت شيرد، سواء الناس دي كانت كونتاكت، طبعا هو ممكن يختار عشان دي ايه، جلوبال زي ما قلت لك، جلوبال ادرس ليست. طيب يعني عالميه، يعني زي ما قلت لك ايه، ان هي دي فيها كل حاجه عندك. اللي هتجيب كل حاجه انت ممكن هنا بتشوف اول، ممكن تعلم هنا تقول له ايه، اول كونتاكتس، هيجيب لك الكونتاكتس بس. اول جروبس، هيجيب لك كل الجروب اللي عندك. لو انا جيت هنا قلت له اول رومز، هيجيب لك كل الرومز اللي عندك. لو انا جبت له هنا الكونتاكت بتاع اليوزر ده، طبعا مفيش كونتاكت، هيجيب له هنا ايه، الجلوبال ادرس ليست، هيجيب له كل حاجه عندك. طيب انا عايز الجروب. انا خلي بالك ان الروم بتاعتك، ان كل بتجيب لك كل اليوزر الموجودين عندك. يعني زي ما قلت لك ان الجلوبال ادرس ليست بتاعتي دي بتجيب كل حاجه عندك. يعني انا ممكن اجي كده عند اليوزر بتاعي، يوزر بعينه زي ما قلت لك ايه، ولكن اي واقدر ما اخلوش يظهر له الادرس بوك بتاعه زي ما انا وقفتها من شويه. او اقدر ادخل جوه اليوزر واختار زي ما قلت لك ايه، باجي هنا ممكن ادخل على اي يوزر ده واجي هنا واقول له هيدن فروم ادرس بوك، يعني ما تظهرليش جوه الادرس بوك بتاعي. هو موجود كده كده على الاكشنج بتاعي، بس اللي انا عايزه ان انا اخفيه عن الناس. يعني مثلا زي مديرين، زي رئيس مجلس الاداره المفروض الايميل بتاعه مش اي حد بيقدر يعرفه بسهوله. يعني لو انا ذهبت كده عند، لو انا رحت كده عند اليوزر بتاعي واجي افتح الجلوبال ادرس بوك زي ما قلت لك كده، شوف هتلاحظ هتلاحظ ان القائمه بتاعتي، القائمه دي اختفت رغم انه موجود. يعني زي ما قلت لك ان ايه، لو انا علمت عليه هو طبعا اختفى، طبعا اسم ديفيد ده موجود عند، اختفى من هنا، بس رغم ان هو موجود في الادرس بوك بس هو مختفي. بس انا لو انا حافظ الايميل بتاعه بالظبط هجيبه له على طول. يعني لو انا حافظ اسم الايميل بتاعه مثلا، لو انا حافظ الايميل بتاعه بالظبط وكتبته له هيجي معاك، هيتكتب معاك على طول. يعني مثلا ايه، لو انا جيت هنا
وخفيت مثلا نادر ده، تقول له انت مش هتظهر لي في الادرس بوك، اقول له سيف. بص كده هقفل ده وافتحه تاني، هتلاقي نادر مش نادر مش موجود. بس انا لو كتبت كده نادر، قلت له اوكي، قلت له مثلا هاي، وبعت له الميل بتاعه، وبعت له ميل، بقول لك النادر ده مش موجود، يعني هو مش شايف، مش قادر يوصله، مش حاسس بيه، هنا بيختفوا له خالص. طبعا مش هيجيبه لك هنا، هتلاقيه مختفي من هنا. فانا بس لو انا حافظ الميل بتاعه كاملة، انا خلي بالك مش هعمل تشيك اب، مش هعمل تشيك عليه. لو انا قلت له مثلا نادر ات اي تي داش اكسترا دوت كوم، كده هيطلع معايا والايميل هيتبعت عندي. ولو انا جيت عند سنت ايتمز، هتلاقي ان الايميل وصل خرج من عندي. لو انا جيت كده فتحت الايميل بتاع نادر ده من على الاوتلوك، من على البراوزر، هاجي اقول له هنا مثلا https نقطتين سلاش سلاش، قلت له كده ميل دوت اي تي داش اكسترا دوت كوم سلاش، هو اقول له ادفانسد اد اكسبشن كونفيرم، هقول له كده اي تي داش اكسترا سلاش نادر. جيت هنا دخلت له الباسورد، شايف الايميل اتبعت ولا لا؟ رغم ان هو اليوزر ده مش موجود عندي هنا، مش موجود عندي هنا في الادرس بوك، بس انا لو حافظ الايميل بتاعه بالظبط هقدر ابعته له عادي، مفيش ادنى مشكله يعني. لو انت جيت هنا برضو في مور اوبشن، زي ما قلت لك بيجيب لك الراجل ده موجود في انهي او يو عندي، في انهي اورجانيزيشن يونت، وده شغال في، طبعا خلي بالك الشغل ده برضو موجود، ده شغل الاكتيف دايركتوري. وبيجيب لك طبعا زي ما قلت لك الميل بوكس داتابيز، بيجيب لك الداتابيز بتاعت الراجل ده، والراجل ده نازل في انهي داتابيز. طبعا احنا زي ما اتفقنا ان احنا بنعمل اكتر من داتابيز، بنعمل اكتر من داتابيز ليه؟ بنعمل لك كل ديبارتمنت عندك في داتابيز مختلفه. قلت لك ان الاكشنج بتاعك ده لو نوع انتربرايز هنعمل كام داتابيز؟ هنعمل 50 داتابيز. ولو الاكشنج بتاعك ده ستاندرد هنعمل كام داتابيز؟ هنعمل 5 داتابيز بس. هنيجي كده عند داتابيز، هنا تقدر تكريت 5 داتابيز عندك. لو انتربرايز هنقدر نكريت 50. خلي بالك زي ما قلت لك هو عباره عن سيريال، السيريال ده دخلته هيكتفه لك 5، اديلك 5 داتابيز. لو حطيت له السيريال بتاع الانتربرايز هيفتح لك 50 داتابيز. طيب ايه الفرق؟ في فرق تاني. في 2010 زي ما قلت لك ان هو بيدي لك، كان بيدي لك 100 داتابيز لو انتربرايز. فعمليه الانستليشنز الاثنين واحد، عمليه الويزارد الاثنين واحد. يعني حد يقول لي يا باشمهندس هو في فرق ما بين الانتربرايز والاستاندر فبالنسبه للشغل؟ لا، هما الاثنين شغلهم هو ده، هو ده بالظبط. الفرق الوحيد ان ده بيفتح لك 50 داتابيز وده بيفتح لك 5 داتابيز. ف 2010 كان بيفتح لك الانتربرايز 100 داتابيز. عمليه زي ما قلت لك عمليه الانستليشنز واحده، عمليه الويزارد الاثنين واحد. لو انت رحت على اليوزر تاني بتاع الاكشنج سيرفر مره تاني كده، وقفنا عند اي يوزر كده عندك، زي ما قلت لك هتلاقي عندك ايه المور اوبشن، هتلاقي عندك كاستم اتريبيوت، ودي هي الاتريبيوت حضرتك اللي بتعملها بداخل ايه الاكشنج. يعني احنا عندنا اتريبيوت خاصه بالسكيما، عندي اتريبيوت خاصه بالسكيما، وعندي اتريبيوت، وعندي يعني ايه الاتريبيوت الخاصه بالسكيما عندي. بص كده
لو انا جيت هنا اظهرت السكيما بتاعتي هقول له كده ريج سيرف 32 سكيم جي ام تي دوت ديل. SVR كده انا ظهرت السكيما بتاعتي. لو انا جيت كده فتحت الام ام سي وقلت له كده فايل اد اند ريموف سناب ان وقلت له انا عايز ايه، عايز اظهر السكيما بتاعتي، اقول له اوكي. خلي بالك ان انت عندك اتريبيوت هنا برضو تاني، يعني انت عندك اتريبيوت في السكيما بتاعتك. خلي بالك ان انت عندك زي ما قلت لك ان السكيما عندك بتكون من حاجتين، من كلاسز والاتريبيوت. لو انا جيت هنا على السكيما بتاعتك، السكيما بارتيشن بتاعتك دي، خلي بالك وجيت عملت فيها ايديت، ولو انت غلطت كده ورحت عملت ايديت، طبعا اتفقنا مع بعضين ان السكيما دي عباره عن ايه، زي ما قلت لك كلاس والاتريبيوت. انا ممكن خلي بالك اقف على السكيما زي ما قلت لك واقول له انا عايز اعمل لك كرييت. ممكن اجي هنا على السكيما بتاعتي واجي هنا اقول له كرييت كلاسز او كرييت اتريبيوت. بس خلي بالك طبعا زي ما طبعا قلت لك ايه، لو اي تعديل عملته بالغلط حصل في السكيما بتاعتك، السكيما بتاعتك خلي بالك هتوقف لك الدنيا كلها، مش هتوقف لك الجزئيه دي بس. ان انت لو كريت اي اوبجكت او اي اتريبيوت عندك او اي كلاسز عندك بدون ما تكون عارف ده بيعمل ايه، هيوقف لك الدنيا كلها. هيوقف لك الدومين، هيوقف لك الاكستشينج، هيوقف لك التشايلد، هيوقف لك التري، هيوقف لك كل حاجه عندك موجوده عندك في الفورست بتاعتك، في الاورجنايزيشن بتاعتك، عشان السكيما دي انا دي اللي بتظبط الدنيا كلها. يعني دي لو باظت هتبوظ الدنيا دي كلها. خلي بالك لو باظت عندك، لو الدنيا باظت عندك لازم تروح تعمل ايه، لازم تروح تعمل ريكفري للفورست كلها. يعني مش هتعمل ريكفري للتشايلد ولا التري ولا البيرنت بس، لا ده انت هتعمل، ما تيجي تعمل ريكفري هتعمل ريكفري للبيرنت والتشايلد والتري والاديشنال والروديك وكل حاجه، عشان كل حاجه هتروح منك. انت لو شغال اكرونس ايه؟ حتى لو شغال اكرونس؟ لا انا بقول لك لو انت عدلت هنا في الالتريبيوت بتاعتك دي وحاجه هيست منك، هتعيد كل حاجه، هتروح ترجع الباك تعمل ريكفري كل حاجه. ويفضل طبعا ان انت تعمل ريكفري سيستم، فاكرين الريكفري سيستم اللي احنا خدناه، تعمل كل ترجع كل حاجه زي ما كانت. فمايكروسوفت قالت لك ايه؟ قالت لك عشان بدل ما حضرتك ما تزود في الاتريبيوت بتاعت الاكتيف دايركتوري دي، لا هنعمل لك ايه، هنيجي نعمل لك في الاكشنج سيرفر بتاعك، هنيجي نعمل لك هنا اتريبيوت خاصه بينا احنا، عشان ما تلعبش في الاتريبيوت بتاعت مين، بتاع السكيما بارتيشن، عشان السكيما بارتيشن دي بتعمل مشاكلها، يعني مشاكلها بتهد الدومين كله، بتهد الاورجنايزيشن بتاعتك كلها. خلي بالك ان الاتريبيوت دي الكاستم اتريبيوت، مش عايزين احنا دي تاني. الكاستم اتريبيوت دي ليها عندي ليها ثلاث وظائف. كاستم اتريبيوت دي ليها ثلاث وظائف عندي. ايه الثلاث وظائف دول؟ ملهاش اي حاجه تاني غير الوظائف دي. اول حاجه زي ما قلت لك ان انا بقدر اتشغل بيها الدايناميك ديستريبيوشن. يعني فاكر هنا الدايناميك ديستريبيوشن في جروب، لما كنا بنيجي هنا على الدايناميك ديستريبيوشن جروب، كنا هنا بنيجي هنا وكنا بنيجي نعمل له ايه، بنقول له احنا هنكريت لك رول، ونيجي هنا عندك حاجه اسمها كاستم اتريبيوت. فخلي بالك ان هنا في الجروب لو انا عايز اكري الجروب، يعني مثلا لو انا كريت هنا جروب سميتها مثلا كونتاكت مثلا، الالياس بتاعتها مثلا نسميها كونتاكت. لو انا جيت هنا قلت له انا عايز احطها في اورجانيزيشن بتاعت ايه، الكونتاكت اللي عندي، ماشي كده. هنيجي هنا نقول له الاونر بتاعي مين، ادمنستريتور. هنيجي هنا نقول له الناس اللي موجودين عندهم اكستشينج ميل بوكس اللي موجود عندهم في الكاستم اتريبيوت بتاعتهم اس جي داش اي تي اف، اقول له هيد اوكي اوكي. خلي بالك بقى هنا هيجيب لك مين،
هجيب لك مين يدخله لك هنا؟ الناس اللي موجودين عندي هنا، اللي موجودين هنا في الكاستم اتريبيوت بتاعتهم اس جي داش اي تي اف، الموجود عندك هنا في الاول واحده عندك في الكاستم اتريبيوت اس جي اي تي اف، هيروح يعمل لهم ايه؟ هيدخلهم في الجروب عندي اللي اسمها ديستريبيوشن جروب. ادي بص قال لك ان هو عندي كام بيبول، ادي الممبر شيب جوه الجروب دي كام واحد؟ خمسه هم. طب الخمسه دول اجيبهم منين؟ عشان دول اللي موجود عندهم ايه؟ كاستم اتريبيوت عندي هنا. دي حاجه، دي اول حاجه. تاني حاجه ان انا بقدر اشغلها على الايميل ادرس بوليسي. لو انت جيت هنا على ايميل ادرس بوليسي وجيت هنا وقلنا له ابلاي تو وقلنا له اد رول، بص كده انا ممكن اقول له ايه؟ طبعا كاستم اتريبيوت اللي هي واحد هنا، قلت له الناس اللي موجود عندهم اي سي جي داش اي تي اف روح دخلهم لي عندي. تالت حاجه عندي ان انا بقدر اضيفهم عندي في الايميل ادرس بوليسي، بقدر اضيفهم عندي هنا في الايميل ادرس بوليسي. لما نيجي ناخد الايميل ادرس بوليسي بنقدر هنا تضاف معايا. دي وظيفه ايه؟ وظيفه الالتريبيوت دي بالنسبه للكاستم اتريبيوت عندي. تعال نشوف كل واحده كده زي ما انا وريتها لك، موضوع الديناميك ديستريبيوشن اللي انا محطتها لك هنا. تاني حاجه الديستريبيوشن، انما خلي بالك ان الديناميك ديستريبيوشن دي زي ما قلت لك هي بتروح، كانت بتروح في الاول تدور على كونديشنز معين، لا دلوقتي هتروح تعمل ايه؟ هتروح تدور على الكاستم اتريبيوت اللي موجوده عندي في ال في الاكشنج بتاعي اللي موجوده في كل يوزر عندي. على سبيل المثال مثلا هتقول له ايه؟ هتقول له ان عايز مثلا احطه في اس جي، عايز احطه مثلا في ديبارتمنت معينه، فعلى اساس كده هيروح يعمل لك ايه؟ يروح يدخلها لك جوه الجروب بتاعتي دي. طب مين اللي هيقوم يروح يدخلها جوه الجروب؟ زي ما قلت لك الكونديشنز اللي احنا كريتناه فين؟ اللي اتطبق عندي فين؟ بالنسبه لليوزر. لو جيت هنا في الميل بوكس زي ما قلت لك اللي موجود فين؟ ادي الكاستم اتريبيوت عندك. خلي بالك انت لو عايز تطلع الراجل ده، يعني المفترض الراجل ده لو بعت ميل ديستريبيوشن اللي اسمه مثلا اس جي داش اي تي اف، المفترض ان الميل ده هيروح لعند الكونتاكت، هيروح عند الجلوبال. يعني انا مثلا هيروح عايز ابعت ايميل على الديستريبيوشن دي، هتروح لكل الناس الموجودين فين؟ في الاي تي اللي اسمهم ديستريبيوشن. طب انا بالنسبه لي بعت للكونتاكت دي، الناس الجماعه اللي موجودين في الكونتاكت عندي دول، دول لما يجي يبعتوا ايميل طبعا هما كده كده موجودين في الادرس بوك بتاعي. لو انا جيت هنا في الادرس بوك هتلاقي الناس اللي هما من بره اللي هما زي جاستر كده، ده ليهم ايميل خارجي بره بس هما ظاهرين عندي فين؟ في الادرس بوك بتاعي. طيب عادي اتكلمنا عنها. زي ما قلت لك ان الالتريبيوت دي الكاستم التريبيوت ليها كام وظيفه؟ ليها كام وظيفه يا جماعه؟ ايوه يا رجاله انتوا معايا؟ معاك يا باشا. قلت لك الكاستم التريبيوت دي ليها كام وظيفه؟ ثلاثة. ايه هما التلاتة؟ ايوه ايوه معاك. ايه هما التلاتة؟ دايناميك جروبس واليوزرز وال لا الدايناميك جروب، وقلت لك في الايميل ادرس بوليسي، وتالت حاجة ايه؟ الادرس بوك. الادرس بوك، الادرس بوك بوليسي صح كده؟ قلت لك الايميل ادرس بوليسي، وقلت لك الادرس بوك بوليسي. اما اجي نعملها في الادرس بوك بوليسي، لو انت جيت هنا
ابلاي ماشي كده. وخدناها في الايميل ادرس بوليس بتاعنا. زي ما قلت لك الحاجات دي كلها موجوده فين؟ الحاجات دي كلها بالنسبه لي موجوده لحد دلوقتي في الجنرال. احنا لحد دلوقتي ما خرجناش من الجنرال بتاعتنا اللي موجوده هنا في الريسيبيانت. هتلاقي بعد كده عندك حاجه تاني اسمها ميل بوكس. ايه يوزج؟ يعني ايه الكلام ده؟ كوتا بقى. ايه هنا بقى هنخش على الكوتا. هنا الجزئيه دي هنخش على مين؟ على الكوتا. استاذ مجدي دخل معانا؟ استاذ مجدي عندي الجزئيه اللي عندي التاني دي اخر حاجه هنتكلم فيها النهارده وهنقفل كده النهارده. قصه الميل بوكس يوزنج او يوزج. ايه قصه الميل بوكس بقى؟ المساحه اللي واخدها اليوزر عندي. يعني كده في حاجه اسمها ايه زي ما قلت لك ميل بوكس يوزنج دي بالنسبه لي اسمها الكوتا بتاعت الراجل ده، الكوتا بتاع حاتم اللي احنا داخلين عليه. يعني ايه الكوتا بتاعت الراجل ده؟ يعني الراجل ده الميل بو ده الميل بوكس بتاعه او حجم الميل بوكس بتاعه هي مساحته قد ايه؟ مساحته 2 جيجا. ده قد ايه مساحته 2 جيجا؟ الديفولت بتاعي بتاع اليوزر ان حجم الميل بوكس بتاعي بيكون 2 جيجا. يعني انت لو قفلت كده ودخلت على خالد مثلا هتلاقي ان مساحة الميل بوكس بتاعته كام؟ 2 جيجا. هي كل اليوزر عندي، كل الناس عندي بتكون مساحة الميل بوكسز بتاعتها كام؟ 2 جيجا. ممكن حضرتك تقللهم، ممكن تزودهم. يعني انت ممكن تزود ال 2 جيجا دي تخليها مثلا 4 جيجا 10 جيجا بالنسبة للمديرين. وممكن تعملها ايه؟ ممكن تقللها تخليها 512، تقللها جيجا. بس خلي بالك كل ما تزود، كل ما تزود مساحة الكوتا بتاعتك دي انت لازم تكون مكبر الهاردات بتاعتك. يعني مكبر الهاردات. يعني خلي بالك ده انت الاستورج بتاع الاكشنج كده لو انت عملت كل واحد مساحته الميل بوكس بتاعته 10 جيجا هتبقى فيها مشكله. لو انت جيت هنا عند مور اوبشن بيقول لك ايه؟ معلش، هو بياخد هنا الكوتا هارد ولا بياخدها سوفت؟ لا هنا بياخدها هارد كوبي. هارد يعني انا كل ما اعمل اكونت بياخد 2 جيجا، بيقطع من الهارد 2 جيجا؟ واخد 2 جيجا على طول، بيحجز لنفسه 2 جيجا حتى لو فاضيين. طبعا. هنا بقى لو انا جيت هنا في مور اوبشن بيقول لك ايه؟ This is default quota setting for the mailbox database. دول ده الديفولت بتاعي. لو انت عايز تكبر بقى بتقول له ايه؟ custom the setting for the mailboxes. تيجي هنا تمسحها له وتكتب له مساحة الداتابيز، مساحة الميل ده، مساحة ايه؟ الايميل ده. يعني انا عايز اكبر المساحة بتاعت الايميل الخاصة بخالد. فانت بتيجي هنا هتقول له بدل ما هي 10 جيجا بدل ما هي 2 جيجا هتقول له مثلا كام؟ خليها 5 جيجا. هنا بيقول لك ايه؟ انا هطلع لك ايشو او ورنينج ات امتى؟ يعني هبدا اطلع له ورنينج ان الميل ده اتملى امتى؟ اول ما يكمل مثلا 2 جيجا زي ما هو كان عامله في الديفولت بتاعه. خلي بالك انت ممكن تقول له انليمتد. يعني ممكن تخلي اليوزر ده انليمتد. طبعا احنا مش هنسيف عشان انا عايز اوريكم حاجه تاني. يبقى زي ما قلت لك ان انا هطلع له ورنينج امتى؟ اول ما يكمل 1.9. هوقف السند امتى؟ يعني الراجل ده مش هيقدر يبعت ايميلات امتى؟ اول ما يكمل كام؟ 2 جيجا. هوقف السند والريسيف ده عنده امتى؟ اول ما الايميل بتاعه يكمل مساحته كام؟ 2.3. 2.3 جيجا. في الحالة دي أنا هوقف الراجل ده، هوقف عنده السند والريسيفد بتاعته. مش هخليه ولا يقدر يعمل السند ولا هيقدر يعمل إيه؟ ريسيفد. طيب. خلي بالك إن هو جايبها لك هنا. لو أنت حضرتك كده رحت كده قلت له ليف هنا وجيت هنا عند سيرفرز ورحت دخلت على الداتابيز ودخلنا على الداتابيز بتاعت مين؟ بتاع الأي تي مثلا. هتلاقي عندك حاجة هنا اسمها ليميتس. شايف كلمة ليميتس دي؟ الليميتس دي هي بتطبق اوريدي على الناس اللي موجودين في الداتابيز دي. يعني كل الناس اللي هم ممبرز في الداتابيز دي هيطبق عليهم ايه؟ الليميت اللي انت حددته هنا. طيب هنا بيقول لك ايه؟ نفس الكلام هنا. ايشيو وورنينج امتى؟ هيجي لك وورنينج عند 1.9. هنا هيجيب لك ايه؟
هيوقف لك السند عند ما يكمل كام؟ 2 جيجا. هيوقف السند والريسيف دي امتى؟ عند 2.3 جيجا. هنا اول لما يوصل 2.3 جيجا اليوزر ده مش هيقدر يبعت ايميلات. خلي بالك ان البير يوزر اي حد على الداتابيز دي كلها هتطبق عليه قصه ايه؟ الاثنين يوزر. طيب اي داتابيز تقدر تشيل عندي لكام يوزر؟ اي داتابيز تقدر تحتوي جواها لكام يوزر؟ تقدر تحتوي جواها لحد 100 يوزر. كل داتابيز يعني انا مثلا عندي هفترض مثلا عندي 100 يوزر، عندي كل يوزر هياخد 2 جيجا، طبعا 2% ب 200 جيجا، يعني كده هيحط لك ايه؟ 200 جيجا. يعني انا تحط عندك كده في الهاردات عندك ما تخلهمش 200 بقى، هتزودهم شويه يعني. ده في حاله ان اليوزر عندي خلي بالك هيكون متطبق عليه 2 جيجا. طب انا لو عايز بقى اليوزر ده اكبر له الدنيا شويه، يعني اكبر له المساحه دي عندي شويه، لو انت جيت هنا في كاستمايز خلي بالك هقول له امتى؟ قال له خلي بالك ان انت عندك اوبشن هنا مهم قبل ما اخش على كاستمايز، ان بيقول لك ايه؟ بيقول لك كيب ديليت ميل بوكس فور كام فور 30 دايز، يعني الايميلات عندي هتتمسح كل 30 يوم من على الميل بوكس. طيب اليوزر نفسه لو اليوزر ده جه هنا، لو اليوزر ده جه هنا جه على الايميل ده وراح عمل له ديليت، هو اليوزر ده هنا اتمسح؟ انت لو جيت هنا هتلاقي اليوزر موجود هنا. طب لو جه اليوزر حب يستنصح عليك وراح عمل لك ايه؟ وراح قال لك ديليت من هنا، هل الايميل ده اتدلت خالص من هنا؟ حد يعرف هل الايميل اتدلت من هنا؟ اكيد لا. اكيد لا. انت ممكن لو جيت هنا وقلت له رايت كليك هنا هتلاقي عندك حاجه اسمها ريكفري ميل بوكس، تلاقي عندك حاجه هنا اسمها ريكفري ريموف، تلاقي عندك حاجه اسمها ريكفري ميل بوكس. لو جينا هنا عندك حاجة اسمها ريكفري هنا موجودة هنا، اسمها ريستور او ريكفري يا باشمهندس، حاجة زي كده ريستور او ريكفري، اسمها ريستور ريستور ميل بوكس، اسمها ريستور، بص اهي اسمها ريكفري ديليتد ايتمز اهي، ريكفري ديليتد ايتمز. لو انت جيت وقفت هنا المفروض هيجيب لك الايميل عندك هنا، يجيبه لك هنا وتروح تعمل له ايه؟ ريكفري، سواء جبتها من هنا او جبتها من هنا برضه اسمها ريكفري ايه؟ ريكفري ميل بوكس ايتمز. هو ممكن يستنصح ويشيله من الريكفري؟ خلي بالك هما مش لو شالوا من هنا من الريكفري هو برضه موجود عندك في الداتابيز هنا، هو قال لك هنا هو قال لك ان هو لو شاله ما يشيله من عنده، بس هو موجود عندي في الداتابيز. خلي بالك ان هيبقى قاعد في الداتابيز عندي لو انت ما رجعتوش هنا، لو انت ما قلتلوش ريكفري ديليتد ايتمز هيبقى قاعد عندي في ديليتد ايتمز هنا كام يوم؟ 14 يوم. هو مسحه من عندي بس انا ممكن ارجعه لمده 14 يوم. خلي بالك ان انت خلي بالك ممكن تزودها، يعني ممكن تزود الوقت ده، يعني بدل ما هو 14 يوم ممكن تخليها 30 يوم 40 يوم زي ما انت عايز. فاهمين كده؟ باشمهندس اتفضل. انا لاحظت ان حضرتك لما بتعمل اكستند للسايز بتاع اليوزر انبوكس ممكن يبقى الاكستند ده يعني لما تيجي توسع مثلا في حجم الانبوكس مثلا من 2 جي بي ل 5 جي بي ده ما بيعملش اكستند للداتا بيز بتاعت اليوزر نفسه على الاكستشينج. يعني بمعنى هل انا اقدر اعمل الانبوكس مثلا يعني 10 جيجا في حين ان الداتا بيز اللي بيرمي عليها اليوزر 5 جيجا؟ هل ده لوجيك؟ لا ازاي يعني مش فاهم، يعني هو الميل بوكس بتاع يعني الداتا بيز بتاعته 10 جيجا و لا طبعا خلي بالك الداتا بيز اللي بيرجع
الداتابيز اللي بيرمي عليها اليوزر. خلي بالك انا ممكن انقل اليوزر من لا، داتابيز الداتابيز، لداتابيز. الداتابيز اللي جواها، اللي ممبر جواها اليوزر، هي بتتكريت اوريدي 50 جيجا. بتتكريت 50 جيجا. طب لوحديها. افرض بتتكريت ده اقل حاجة دي اقل حاجه، هي بتكريت، هي لوحديها ديفولت كده بتكريت 50 جيجا. طبعا انت بتكريت 50 جيجا. الهاردات، يعني يفضل انت ما تزودهاش عن كده، عشان لو زادت عن كده ممكن الايميلات تضرب. يعني انا مره في احد الناس كان رئيس مجلس اداره مجموعه شركات كبيره، كان الايميل بتاعه حوالي 130 جيجا حاجه زي كده يعني، او 140 جيجا. الداتابيز وقعت ضربت، في ايميلات كلها، في ايميلات كتيره جدا وقعت. ما هو ده السؤال، يعني انت النهارده ممكن تخلي الميل بوكس بتاعه 130 جيجا، في حين ان الداتا بيز اللي بيرمي عليها 50 جيجا. ما هو ده انت اللي بقى انا هتروح، بتكلم لا فيه. انت في الحاله دي لازم تعمل اركايف، لازم تعمل اركايف، اركايف الايميلات. اركايف من الداتا بيز نفسها، ان لا هي تعمل لا اركايف. مش كده، اركايف من الايميلات بتاعته، عشان تقطع له الجزئيه دي، عشان انت مش هتخليه، انت عارف لو خليت له الايميل بتاعه 20 جيجا او 30 جيجا، انت عارف لما تيجي تكريت له تعمل له هنا اوتو ديسكفري على نسخه ويندوز، ده ممكن يقعدوا له يومين ثلاثه عشان يحمله الكلام ده، ممكن يقعد كذا يوم عشان يقدر يحمل. فاوعى تتطرق للجزئيه دي، تمام. اوعى تخلي الايميل بتاعه مساحته كبيره، لا اعمله له اركايف ونزله له بي اس تي فايل وخليه له على الجهاز بتاعه، او شيله عندك في، او كل فتره كده تعمل باك اب في باك اب. لا وتعمل ايه، تخلي لو انت عندك ايميلات كبيره يا ريت تطلعها من الاكشنج سيرفر وتعملها بي اس تي فايل وتخليها عندك، خليها خدها باك اب، دي افضل. عشان انت تمام. لو كبرتها كده ممكن تخلي الداتابيس تضرب. لو الايميل خد 25 جيجا او 30 جيجا، اضمن ان الداتابيس كلها تضرب. لا عشان كده انا وخليها، سألتك السؤال على ده. الفايل سيرفر، خليها على الفايل سيرفر. لا يعني دي ما تحطش على الفايل سيرفر ابدا بقى، ليه يا باشا؟ ما الفايل لا سيرفر بيتعمل له باك اب. لا دي بيبقى لوحديها، والاكشنج لوحديه بيتاخد باك اب، والبي اس تي فايل بتتاخد باك اب في مكان تاني. يعني خلي بالك البي اس تي فايل دي يرجح، انا عن نفسي بحب ارجح كده، ان انا لما اجي اخدها باك اب باخدها باتنين باك اب، باخدها بالباك اب بالاكرونس بتاعنا او السيمانتيك، وبحطها على هارد اكسترنال. لازم تتحط على هارد خارجي، لازم. انا بحط البي اس تي فايلز دايما على الفايل سيرفر هي نفسها، بحيث حتى لما بيعمل سند وريسيف بتنزل اوتوماتيك على لا الفايل احنا سيرفر بالنسبة لنا في نفسه، الاكشنج سيرفر، لا انت بتتكلم كلاود ما حاجة. بقاش ليها ريفرنس على الجهاز عنده خالص. لا احنا في الاكشنج سيرفر، احنا كده كده بيبقى على السيرفر بتاعك. فالبي اس تي فايل احنا باخد باك اب خارجي، انا باخد باك اب على هارد خارجي، ده لازم يكون واخد باك اب على هارد خارجي. ماشي، ده الباك اب. لا انا بتكلم ان البي اس تي فايل بتاع اليوزر حتى نفسه بعمل له كرييت على الفايل سيرفر، انت وهو بالنسبه لنا، بالنسبه لنا في الاكسشينج سيرفر انت مش هتكريته. انت ليه هتكريته؟ هتكريته بي اس تي فايل ليه؟ الاوتلوك مش بيكريت بي اس تي فايل. لا لما بيجي كاريت، خلي بالك هو بيفتح له الايميلات بتاعته اللي موجوده عندي هنا في الداتابيز. يعني لما بيجي يعمل سينكرونايز، بيعمل سينكرونايز، بياخد كوبي من الايميل بتاعه اللي موجود هنا. الايميل بتاعه الاساسي موجود هنا. بس لما بيعمل سند وريسيف بياخد منها كوبي بيحطها عنده على الهارد ديسك بتاعه. ولا ليها اي علاقه، الاساس هو بيجي هنا الاول على السيرفر الاكشنج بتاعي الاول، بعد كده يروح كوبي من هنا لهناك. يعني هنا الاساس، السورس هنا، السورس على الاكشنج سيرفر. تمام، ماشي. بس في منها نسخة على جهازه، مش مشكله افرض كان، تتحرق النسخه اللي على جهازه، النسخه الاساسيه عندي هنا، ايه على طب الداتابيس بتاعتي هنا. افرض كان شغال على كلاود مثلا. كلاود؟ لا كلاود ازاي؟ لو كلاود انت في الحاله دي انت هتاخد نسخه. في الحاله دي اقول لك انت بتاخدها بتحطها على الفايل سيرفر وهو بيعمل كونكتد عليها. انما انت بالنسبه لك شغال على اكسشينج سيرفر، اوعى تفكر تعمل حاجه زي كده، مش لوجيك خالص. يعني زي ما قلت لك، خلي بالك ان اليوزر ده عنده زي الايميلات بتاعته اللي موجوده، انا بسميها المفترض ان الديفولت بتاعته بياخد كام جيجا؟ 2 جيجا. وزي ما قلت لك ان بعد 14 يوم عندي هنا بيحصل لها ايه؟ بعد 14 يوم بتروح في الديليتد ايتمز. طب بعد الديليت، بعد ال 14 يوم دي بتتشال عندي من الديليتد ايتمز، بتتشال عندي من الداتا بيز بتاعتي، بتتشال من الداتا بيز بتاعتي انا الموجوده عندي. عمر حجمها عن 2 جيجا ازاي بس يا باشمهندس؟ ايه هي؟
بحب اكبر بس ال انت بتيجي هنا بحب اكبر. انت عايز تكبر على يوزر ولا هتكبر على الداتابيز اليوزرات؟ لا لا، يوزر يوزر. لو يوزر واحد انت كل اللي عليك بتيجي عند اليوزر ده. لو جينا هنا في ريسيبيانت وجينا مثلا عند خالد، هتيجي عند خالد هتلاقي عندك حاجة اسمها ميل بوكس يوزنج او يوزج. هتيجي هنا عند له كاستم، هتشيل له 1.9 دي، واوعى تزود له بمساحات كبيرة. يعني مثلا هو 2.1، قول له هيجي لي ورم مثلا عند 4.9، اما هيقف في السند عندي اما يجي عند 5 جيجا. اديني هتقف سند وريسيف ده لما تيجي عند 5.3. ما ينفعش ان انت تكبر الميل بوكس اكتر من 10 جي بي مثلا 10 جيجا، او 5 جي. ما تخاطرش وتزود، ما تخاطرش. اه يعني خلي بالك اليوزر لو بيصرخ معاك، اليوزر لو بيصرخ معاك زودها له بال 500 ميجا، زودها له بالجيجا، اعمل له اركايف. ما تحاولش تكبر الداتابيز بتاعت، خلي بالك ما هو مش يوزر واحد، انت عندك بيبقى 50 60 يوزر، 100 يوزر. طب بس في نقطة كده يا باشمهندس، أنا هضطر إن أنا أعمل له أركايف من اللوكال بي سي بتاعه. ما هو انت هتعمل له اركايف، وكده كده النسخه بتاعت البي اس تي فايل بتاعته هتروح تكون انت راميها على السيرفر عندك، وتاخد له منها باك اب كوبي بس، يعني بس النسخه الاساسيه عندك. أحسن بيقول لك أنا معاك شغلانه، للصبح. بتقول ايه؟ أحسن بيقول لك أنا معاك شغلانه للصبح. مش سامعك، بتقول ايه؟ حسام بيقول انا صاحي ومعاكم الصبح. ماشي. هنا زي ما قلت لك، انت بص يا سمير، انت بتيجي هنا على يوزر معين، اي مثلا خالد مثلا كده، وبتيجي هنا عند يوز ميل بوكس يوزنج، انا فهمت كده. وتقول له هنا كاستم، وبتزودها له بس انا بايه؟ كنت بقول يعني تقول له زي ما قلت لك 4.9 هنا، اما يجي عند 5 جيجا هنا عند 5.3. بص بقى ممكن تعلم له على ايه. بيقول لك ايه، يوزنج ذا ديفولت ريتنشن سيتنج فور ذا ميل بوكس داتابيز، يعني اللي متطبق عليه في الداتابيز في الجزئيه دي هيتطبق عليه، اللي هي ايه اللي احنا اتكلمنا عنها، اللي هي ايوه ايه، اللي هي ديليت اللي في الداتابيز اللي نفسها هي دي. كيب ديليتد ايتمز فور كام، 14 يوم. عايز تزودها له ممكن تيجي هنا وتقول له بدل ما هي كده اللي هي الديفولت، لا انا هخليها اكتر من 14 يوم. ويفضل ان انت تعمل ايه، تخليها، انا عن نفسي انا كعماد اقول لك خليها دي، خليها 30 يوم. ليه؟ او في حاجه تاني احسن من ده كله، هي بيقول لك دونت بريمنتري ديليتد ايتمز يونت سيتس ايه داتا بيز از باك اب از باك اب، يعني ما تشيليش، ما تاخد، ما تمسحش الايميلات اللي اتمسحت عندك دي، حتى لو عدى عليها 30 يوم. لو انا علمت على التشيك بوكس ده، لو هي عدت عليها 30 يوم الا اما اخد بيها، باخد منها باك اب. طبعا هو كده كده الاكشنج بيكون في انتجريشن ما بينه وبين السيمانتيك والفيم والاكرونس والحاجات دي. يعني انت لو علمت على التشيك بوكس دي وعدى اكتر من 30 يوم وما عملتش باك اب، هو مش هيمسحها، مش هيمسح الايميلات دي، مش هيمسحها الا اما تاخد باك اب. خدت باك اب راح مسحها. طب سؤال تاني هندسة، اتفضل. الفري سبيس اللي تنصح بيها للداتابيز المفروض تبقى كام؟ بص الداتابيز بتاعتك دي، لو انت ما نزلتش باك اب سوليوشن كويس فيها وخليته ياخد منها اللوجات، ممكن الداتابيز دي في خلال يومين تضرب منك، تلاقي 50 جيجا عشان كده طلعت. بقول لك، انا بسألك على حتة معينة بتاعت الفري سبيس، لان دايما انت لازم لما تكون اللي عندك بيخلي الداتا مش اقل من 20 30 جيجا، تكون عندك كده ايه، ما تكونش الدنيا حمر عندك 20 30 جيجا عشان لان عايز تقدر. اقول لك انا ايوه تمام، يبقى 20 30 جيجا، لان بقول لك ان اكتر حاجة بتخلي الداتا بيس تضرب هي ان الفري سبيس بتبقى ضيقة جدا. دي صغيرة جدا طبعا. اه عشان كده بقول لك ايه هو اللي انت بتنصحنا بيه مثلا ان احنا نخليه في اذا فري داتابيز للداتابيز زي ما قلت بتاعتنا. لك فانت يعني بتقول من زود 20 30 40 20 جيجا، 30 40 جيجا كمان، تخلي الدنيا براحة عندك، يعني ما اه تدخلش. واخلي الالارم يشتغل على ال50. طبعا هتشغلهم على الناس كلها، ما تشغلش على واحد واحد، يعني يفضل تكون عاملها على الداتابيس كلها.
نفس الكلام، نفس الكلام اللي احنا اتكلمناه عند اليوزر. بص هنا برضو ايه، ان انا لو انا بقول لك ايه، لو انا علمت على تشيك بوكس ده، لو عدى عليك ال 30 يوم عدى على الايميلات اللي موجوده في الداتا بيز وما خدتش منها باك اب، اوعى تمسحها. طيب هنا بيقول لك ايه، لو انا لو انت عايزني بقى اطلع له الارم امتى، اطلع له ورنينج امتى، اما يكمل 1.9 جيجا. بص كاستم ممكن اخلوه يطلع له كل الايام الاسبوع من الساعه 12 للساعه 1، ولا تحب نحطها له امتى؟ ممكن هنا اي ام، خلي بالك يعني، يعني هو مش هيشتغل دلوقتي، انت ممكن تقول له هنا نان، ونيجي هنا نقول له هتطلعها لي مثلا من الساعة 10 للساعة 11، وقبل ما يمشي الساعة من الساعة 3 للساعة 4. فاهمين؟ ده الألارم اللي هيطلع للموظف إمتى؟ أما يكمل الميل بوكسز بتاعته كام؟ 1.9. أنا هعرفه لك من الساعة 10 للساعة 11 الصبح، ومن الساعة 3 للساعة 4، عشان يمسح لو في ايميلات مش محتاجة هيروح يمسحها لك. طب انت ما فيش الارم بيجي لك كسيستم ادمن مثلا، ان انت بتراقب ان الموضوع ده من عندك؟ لا انت، انت بالنسبة لك بعد بيجي لك، انت بتلاقي عندك الهاردات اتمقل، هارد اتمقفل. لا بالنسبة لليوزر، لو يوزر معين لا ما بيجيلكش، انت يوزر معين يعني، لو يوزر وحده لا ما اعتقدش الدنيا دي. لا لو انت عايز تعمل، لو انت عايز تعمل مثلا ان انت تراقب عملية الستورج والفري سبيسز والكلام ده كله، انت كسيستم ادمن على الاكسشينج وعايز تشوف الموضوع ده، افرض يوزر ما مسحش، افرض يوزر كسل، افرض يوزر ما عملش الموضوع ده، فانت ما عندكش حاجه كده زي كنترول كده انت ما هو دي، ما عايز اقول مينيتورنج لك على او حاجه، حاجه زي المفروض كده؟ انت راجل بتاع اكسشينج، انت خلي بالك بنسبه 90% بتبقى راجل اكسشينج بس، ما بتعملش اي حاجه تاني، فانت كل يوم بيبقى فاتح الكونسول قدامك كده وبتبص على يوزر يوزر وبتعمل الحاجات دي يعني، انما انت كالارم بيظهر لك انت ما، لا ما شفتهاش الصراحه يعني. انت بتلاقي مره واحده الايميل ده اهو، اليوزر ده بيتصل بيك، ايوه يا باشمهندس انا مش عارف اعمل ولا سند ولا ريسيفت، ما بتيجي هو ده، ما هي دي المشكلة بقى، إن أنت في كتير يوزرات ما بيبقاش عندهم موضوع الـ الثقافة بتاعت إن هو يحذف القديم ويحط ما الجديد دي بقت مش والكلام دي ده بقت كله، لا دي مش ما بيعرفش يمانج نفسه، لا دي شغلتك انت بقى، هو كده كده مش عارف يعمل حاجة يعني. فانت ممكن فهتلاقيه بيديك تليفون زي ما أنت قلت كده، الإيميلات واقفة واخد بالك، وممكن بقى تشتغل بقى التليفونات ده مش عارف ايه، الاكسشينج واقف، ده الايميل واقف، وهو اصلا تبقى لعيب من عنده هو. اه طبعا. طيب في حاجة تاني قبل ما نطلع من الجزئية دي، هي ان انت دلوقتي انا ممكن اعمل حاجة اسمها ريدايركت ليوزر تاني. يعني ايه؟ يعني مثلا لو انا عندي ايميل بتاع السكرتارية، والبيت بتاع السكرتارية دي مشت وجات واحدة مكانها، فالسكرتيرة الجديدة قالت لك ايه، انا محتاجة اشوف الايميلات بتاعت مين، بتاعت السكرتيرة اللي كانت قبل كده اللي فاتت. فالمهم انت بتعمل ايه، هتروح تعمل لها ريدايركت. يعني ايه ريدايركت؟ يعني كل حاجة كانت في الايميل بوكس بتاع اليوزر القديم هي عايزة تشوفها هي. وفي حاجة تاني، هي ان البيت بتاع السكرتيرة دي هي عايزة الايميل بتاع السكرتيرة القديمة يظهر لها هنا، انت ممكن توقف عليه السند، ممكن توقف عليه الريسيفت، يعني هي شو عايزة تشوف الايميلات بس. ففي الحالة دي عايزة تشوف ايه، يبقى انت ليك اكسس على اليوزر ده، يبقى انت ليك اكسس عليه، على اليوزر ده. الجزئيه دي ان شاء الله هنتكلم فيها بكره، هنوقف المحاضره بتاعتنا كده، يبقى احنا وقفنا على الريدايركت بتاع اليوزر. مش عايزين نطول عليكم اكتر من كده، الساعه 1:05 عشان الناس اللي بتنام معانا. حد عنده اي اسئله؟ حد عنده اي اسئله في الجزئيه دي يا جماعه؟ لا لا تمام انا تمام انا تمام بس عشان انتوا ما حدش يتوه مني دلوقتي، عشان الوقت يأخر وفي ناس عندها شغل الصبح، وعشان نقدر نقاوم بكرة إن شاء الله عشان عندنا شغل كتير برضه. أشوفكم على خير وتصبحوا على خير، ونقفل الفيديو.